السلام عليكم طلاب مادة التغذية والمعالجة الغذائية المعهد الطب التقني العمارة قسم التمريض المرحلة الثانية للدراسة الصباحية والمسائية. الماء توزيعه في الجسم ووظائفه. الماء يحتوي جسم الإنسان من 60 إلى 70% من وزنه ماء، وهذه النسبة هي مهمة جدا للقيام الجسم بالعمليات الحيوية التي تحدث داخله. فتحتوي أيضا جميع أنسجة الجسم على الماء، ولكن كمية الماء الموجودة تتباين من نسيج إلى آخر. فيحوي على سبيل المثال نسيج الأسنان على حد أقصى 5% من الماء، في حين يحوي النسيج الدهني والنسيج العظمي على 25% من الماء، وتحتوي أنسجة العضلات على 80% من الماء. ويمثل الماء الاحتياج الثاني للإنسان لاستمرار الحياة بعد الأكسجين. إذن من متطلبات الحياة إحنا نعرفها الماء والهواء والغذاء. إذ يستطيع الإنسان أن يظل حيا عدة أسابيع بدون غذاء، لكن الموت مصير إذا حرم من الماء أياما معدودة. ويعتبر فقط 10% من الماء من المحتوى المائي بالجسم أمرا خطيرا، ولكن عند 20% من هذا الفقد، عندما ترتفع النسبة من 10% إلى 20%، فإن الجسم مصيره الموت. بما أنه إحنا نعرف أهمية الماء، لابد أن هناك أضرار أهمية ماء جسم الإنسان، لابد أن هناك أضرار عند فقد أو نقص بكمية الماء داخل جسم الإنسان. نظرا لأهمية الماء الكبيرة في جسم الإنسان، فإنه لا يستطيع الاستغناء عنه. فقد أشارت الدراسات إلى أن جسم الإنسان لا يستطيع العيش لأكثر من 8 إلى 10 أيام من دون ماء. ففي حالة فقد الإنسان 5% من الماء الموجود بجسمه، فإن عضلاته تبدأ بالتمزق. وفي حالة وصلت نسبة الفقد إلى 7%، فإنه قد يفقد الوعي. وفي حالة بلغت نسبة الفقد 20%، قد يؤدي مثل ما قلنا إلى الوفاة. توزيع الماء على حجرات الجسم. نعرف أنه إحنا حجرات الجسم هناك أكو حجرات داخلية وخارجية، سواء داخل الخلية أو ما تسمى intracellular fluid. شنو نعني بها؟ وهي السوائل الموجودة داخل وموزعة على بلايين الخلايا والأنسجة بالجسم، وتشكل 25 لترا. extracellular fluid السوائل خارج الخلايا هي السوائل الموجودة خارج الخلايا، ويشكل حوالي ثلث كمية ماء السوائل الجسم، وتعادل 17 لترا. وهذه توزع على، يعني نعرف السوائل داخل الخلايا هي داخل الخلية اللي تشكل قلنا تقريبا 90 من وزن الخلية. السوائل الخارج الخلايا اللي هي مثلا السائل النسيجي وسائل الدم. واضح؟ السائل النسيجي والسوائل خارج الخلية تتوزع إلى السائل النسيجي وسائل بلازما الدم. السائل النسيجي السائل الذي يحيط بخلايا الجسم البينية، البيئة الداخلية للجسم، يشكل 13.5 لترا من السوائل خارج الخلية، وتحوي هذه السوائل على البروتين وغيره من العناصر السهلة النفاذ من خلال جدر الخلايا. سائل بلازما الدم يشكل 3.5 لترا من السوائل خارج الخلية، ويشمل سوائل خارج الخلية البلد واللينف والجرانجولار سكريشن. أهمية الماء لجسم الإنسان. أولا، الماء هو الوسط والمكون الذي تنتقل وتتحرك خلاله جميع سوائل الجسم، بما فيها القصارات الهاضمة واللينف بلد والأفراز البولي والتنفس الزفير. اثنين، كذلك فإن الماء هو الوسط والسائل الوحيد المتعادل للحموضة، والذي لا يتفاعل أو يتحد مع مكونات الجسم، ويتيح الفرصة لجميع العمليات والتغييرات الفسيوكيميائية التي تحدث في خلايا الجسم جميعها أن تتم. كما يدخل الماء في كثير من التفاعلات الأساسية مثل عملية التحلل المائي التي تحدث في الهضم، وكذلك في عمليات سل الأكسدة والاختزال الأكسيديشن عند الراديشن، ويمثل الماء أحد نواتج عمليات أكسدة الجلوكوز. 4. الماء مذيب سولفنت لجميع المواد المهضومة، إذ إنه يكون معها سوليوشن يستطيع انتقال خلايا جذر الخلايا بامتصاص في القناة الهضمية ومنها إلى الدم، كما أنه مذيب للمواد الإخراجية بصورة تتيح للجسم فرصة التخلص من المخلفات الهضم والسموم عن طريق الكلى والرئتين والجلد والقناة الهضمية. 5.
ينظم الماء درجة حرارة الجسم عن طريق توزيع الحرارة الناتجة من تفاعلات الخلايا على جميع أجزاء الجسم. يفقد الإنسان 25% من الحرارة عن طريق evaporation من الرئتين والجلد. من المشاكل التي تصيب الإنسان عند انخفاض نسبة الماء في الجسم، حصى الكلى، حيث أن عدم شرب الماء بكميات كافية طبعا أكيد راح يؤدي إلى مرض الحصوة، حيث تترسب الأملاح والمعادن في البول على شكل حصى متفاوتة بالحجم. 2- السمنة الزائدة، بسبب عدم شرب الماء تتراكم الدهون في الجسم بشكل كبير. 3- التهاب المفاصل، يؤدي قلة المياه في الجسم إلى الإصابة بالتهاب المفاصل وحدوث احتكاك لها مع بعضها البعض. 4- ارتفاع ضغط الدم، حيث يؤدي نقص الماء في الجسم إلى تحفيز الغدة النخامية لإفراز الهرمون فازوبريسين المضاد لإدرار البول، مما يؤدي إلى انقباض بعض الأوعية الدموية وبالتالي ارتفاع ضغط الدم. 5- قد تتسبب في قرحة المعدة، حيث تحوي المعدة على بطانة مخاطية تتكون 98% من الماء و2 مل بيكربونات الصوديوم، تساعد في عملية الهضم وحماية المعدة من عن طريق معادة أحماض الهضم. وفي حالة قلة مستوى الماء بالجسم تنعدم قدرة المعدة على إنتاج هذه البطانة، فتصبح المعدة حامضية مما يؤدي إلى تشكل القرحة. أعراض انخفاض نسبة الماء في جسم الإنسان. عند انخفاض نسبة الماء الموجود في جسم الإنسان تظهر الأعراض التالية: قلة التبول، حيث أن البول من 2 إلى 3 مرات في اليوم الواحد دليل على قلة الماء بالجسم، لذا يجب العمل والحرص على استهلاك كمية كافية من الماء لضمان صحة عمل الكليتين. 2- حدوث الصداع، إذ يعد نقص الماء في الجسم سببا رئيسيا لحدوث الصداع الذي يتميز عن الصداع العادي بأنه يزداد ألما مع الحركة. جفاف الجلد، عندما يتناول الإنسان كمية كافية من الماء أكيد رح يكون الجلد رطبا طبيعي، لكن عند قلة الماء سوف أعراض هذه قلة الماء على الجلد أنه شلون إحنا نقول جفاف في الفم، حيث يؤدي نقص الماء إلى نقص كمية اللعاب المفرزة في الفم. 4- لون البول، عند تغيير لون البول إلى اللون الغامق يجب إدراك أن هناك نقصا في كمية الماء الداخل بالجسم. 5- الجفاف المزمن، وذلك يؤدي إلى التهابات في المسالك البولية والشيخوخة المبكرة وارتفاع مستوى الكوليسترول والتوتر وحدوث الإمساك. طرق خروج الماء من الجسم، عندنا 3 طرق: الفقد المائي البولي، الفقد المائي الجلدي، والفقد المائي عن طريق التغوط. في التوضيح بسيط، الفقد المائي البولي يعني يقصد به تتراوح بين 1000 إلى 1500 مل باليوم بالأحوال الطبيعية، تزداد أو تنقص حسب الظروف خاصة، وهذا الطرح يعتمد على كمية الماء الداخلة إلى الجسم أولا وعلى قدرة التركيز والتكثيف في الكلى. الفقد المائي الجلدي أو ما يسمى بالتعرق يقدر ب 500 مل باليوم بالأجواء المعتدلة، ويمكن أن ترتفع أكثر عندما ترتفع درجة الحرارة. الفقد الماء عن طريق الرئة ويقدر ب 300 مل باليوم، حيث يكون هواء الزفير مفعما ببخار الماء عند درجة حرارة 37 درجة مئوية، وتزداد هذه الكمية عندما يكون الهواء المستنشق جافا. الفقد الماء عن طريق التغوط ويقدر ب 100 مل باليوم بالحالة الطبيعية، إلا أن الإسهال والتقيؤ يؤدي إلى زيادة هذه النسبة بالذات عند الأطفال، وهذا يسبب لهم الجفاف. شكرا طلاب، إن شاء الله يا رب تكون المحاضرة قيمة، هي ملخصة، إن شاء الله يا رب حاولنا نوصلكم فكرة عن محاضرة الماء. بالتوفيق.